مرحبا بكم على قناة أم جنات، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وديما كتشاهدوا لي فيديو ديالي. كما كتشوفوا من ناحية العنوان غتعرفوا اش غنحضر معكم اليوم. اليوم إن شاء الله ماشي أنا اللي غنطيب، غطيب الماما أو الوالدة ديالي اللي غدير لكم إن شاء الله التريز على الطريقة ديالها أو الرفيسة. صراحة كيجي رائع ولذيذ وبنين وغتجربوه وما غتندموش على الوصفة ديالنا إن شاء الله. وإن شاء الله اليوم غنحتاجو كما العادة مقادير ديما بسيطة وسهلة. غنعجنو اليوم التريد، يعني غنصاوب اليوم التريد، وان شاء الله انا كنصاوبو بالليله قبل باش كنربح هكا الوقت وكيرتاح معايا حتى التريد. كيجي صراحه لذيذ، يمكن يجلس حتى ليله اكثر، يعني يجلس يومين 3 ايام 4 ايام او سيمانه كاع ما سيوقع له والو الا درتو في المجمد. انا غنطيبو اليوم وما غنديرو لا في المجمد لا والو، غنحتفظ به لان الجو بارد، عرفتوا راه الجو بارد. وغتلي ان شاء الله كنصاوب هكا المرقه ديالو وكن يعني كنفوروه وكنسقيو ان شاء الله هكا بالمرقه. يعني مقادير ديما بسيطه كما عودتكم عليها. ان شاء الله كنحتاجو هنا نصف كيلو من الفينو ونصف كيلو من دقيق الفرص الرطب الخاص بالحلويات، يعني يكون نوعيه شديده من احسن البنات باش يطلع لكم التريد زوين ومورق كيجي رائع. اذا هنا نص يعني 500 غرام، 500 غرام هي كيلو، يعني كيلو درنا. يمكن لكم ديروا اللي بغيتو يعني على حسب الافراد ديال الاسره، يعني قل او اكثر ماشي مشكل، يعني النص يعني يكونوا مقادين او تغلبوا الفينو عليهم الا بغيتوا. هنايا عندنا شويه ديال الخميره معجونه، هنايا عندنا زعفران شعره طلقتو هكا في الماء، عندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال المسخن، وعندنا الملح وكذلك الماء الدافئ اللي جا من العجين. يمكن لكم ديروا حتى معلقه السمن الا عندكم، لو متوفر عندكم يمكن لكم تزيدوا حتى معلقه السمن كيجي رائع. دابا بسم الله على بركه الله غادي نبداو نعجنوا العجين. غتبدا ماما ان شاء الله تعجن لكم العجين. كما قلت لكم غنخلطوا داك الفينو مع داك الفرص من بعد ما غربلناهم، غنديروا فيهم تقريبا غير شويه ديال الخميره لان الحال بارد، وباش ما يضرناش كنفضلوا اننا نديروا ديك الخميره باش ما يضرناش هذا داك الملوي ديالو. غنديروا داك معلقه ديال المسخن، وغادي نخلطوا دوك المقادير وغنديروا شويه ديال الملح يعني على حسب الذوق. كيجي صراحه رائع، واللي عنده السمن كيجي بس السمن، يعني راه قلت لي اللي عنده السمن بس السمن. انا هنا ما كنصحش ندير السمن، يمكن لكم تزيدوا حتى السمن الا بغيتوا، يعني بس السمن صافي. الا بغيتوا تزيدوا السمن غتبدا تجينا العجينة ديالها، تكون عجينة ما تقيلة ما خفيفة، يعني عجينة ديالنا تكون تقيلة بزاف. كما كتشوفوا بدات يعني جمعات العجين، يعني تيطلب واحد شويه ديال الماء، عرفتوا الفينو ولا تبارك الله كيشرب يعني كيبغي الماء. يعني غتبدا تجمعها وتدلكها مزيان كما كتشوفوا راه كتدلكها، تدلك لكم العجينه مزيان البنات باش تساعدكم في العمليه ان شاء الله. او اللي بغات يمكن لها تجمعها تخليها حتى الغدا، يعني ما تخافش منها نهائيا، تخليها حتى الغدا وتدلكها حتى في الفيلم اليمونتير وتخليها في الثلاجه حتى الغدا وتدلكها وتخدمها، يعني ما كاينش مشكل يعني اللي بغيتو. دابا هي غتلكها مزيان، يعني تحاول تلكها مزيان ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما تلكها. من بعد جمعناها يعني هذا هو الشكل كما كتجي، شوفوا البنات راه كتجي رطبه شتو. دابا غتغطيها بالفيلم اليمونتير مزيان وتخليها ترتاح. كل ما ارتحت مزيان كل ما غادي تساعدكم انكم باش شكلها ان شاء الله كويرات، يعني غنخليوها ترتاح مزيان هاد العجين ديالنا ونرجعوا لكم من بعد ان شاء الله من بعد ما ترتاح باش نشكلها كويرات ونبداو ان شاء الله باش نخدموها. كما كتشوفوا البنات من بعد ما ارتحت لينا العجينه شفتوا راه تخلوها حتى ترتاح مزيان، حيدوا لها داك الفيلم اليمونتير وغنديروا هكا شويه نستعملوا بشويه ديال الزيت، ما تحاولوش تكثروا البنات الزيت لانه غيتكرس باقي بزيت. حاولوا نديروا هكا كويرات قد المشمشه، يعني يكونوا شويه صغار باش لان نقصوا يتورق ويجي رقيق. شوف كنديروا قد المشمشه كسقي وبري، وعلى حسب حتى المقله اللي عندكم، يعني على حسب المقله اللي عندكم كندهنوا هكا سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنديرهم هكا قد المشمشه كما كتشوفوا وكنحطوهم. يعني هذا هو الطريقه باش غنديروا العجينه كامله ديالنا، نحطوهم
نكملوا العجين ديالنا. كما قلت لكم القياس كيمشي على حسب المقله اللي عندكم، يعني المقله فاش غطيبو ان شاء الله هاد التريد غيمشي القياس ديال الحجم ديال التريد ديالنا على قياسها، يعني على حسب السمك اللي فيها. كما كتشوفوا من بعد ما كورنا يعني الكميه ديال الكميه اللي عطاتنا، دابا غنغطيهم بواحد البلاستيكه وغنرميو عليهم الزويف، نرميو عليهم هذاك الزويف هكا ونخليهم يرتاحوا. كما قلت لكم غنرميو عليهم داك الزويف ونخليهم يرتاحوا، ومن بعد باش نبداو نشكلهم ان شاء الله غنردو المقله ديالنا تسخن باش يساعدونا هكا كل ما ارتاحوا كيساعدونا انهم يطلقوا لينا ويجيونا رقاق. ودابا ان شاء الله غنردو المقله ديالنا تسخن باش تسخن لينا مزيان، ضروري المقله تكون سخونه. كما كنشوفوا البنات دابا غنبداو نكرصو من بعد ما ارتحت لينا العجين ديالنا. حاولوا البنات يتكرص مزيان حتى تبان لكم ديك الرخامه، شوف داك الزعفران الشعره اللي فيه كيجي رائع، يعني حاولوا يبان داك الزوق ديال القصع، يعني تجينا رقيقه العجين. حنا درناهم هكا شويه صغارين باش نتحكموا فيهم وتطلق لينا العجين اكثر، حتى تطلق بسهوله. شوفوا البنات العجينه راه كتطلق بسهوله واخا الحال بارد، يعني ساهله دغيا. حاولوا تركزوا هكا شويه وديما هاد العجين تبقى ترطيب هكا باش ما يتقروش لكم. كما كتشوفوا راه بدا تيبان لنا الزوق خصو يجي رقيق، وهاد الاثناء راه المقله ضروري البنات تكون سخونه. كاين اللي كيطيب، انا غنطيبها عادي، وكاين اللي تيقلبها، يعني يمكن لكم تقلبوا المقله وطيبوا على الظهر ديالها، يعني ما فيها حتى مشكل، يعني كيما ارتحيتوا. دابا غنرجع هنايا، دابا شفتوا المقله راه سخونه، غنرشطها بشويه ديال الزيت وغادي تهز داك التريد وغنلحو شويه البنات رقيق. ماشي مشكله تقطع معاكم لانه اصلا غيزيد تقرض، يعني ضروري خصو يجي رقيق. وديما البوطه متوسطه، ما تكونش يعني ما تكونش نهائيا يعني مجهده، وتكون المقله سخونه. كما قلت لكم اللي بغى يطيبو هكا يطيبو، اللي بغى يكفي المقله يعني يدورها على الظهر ديالها يدورها ويطيب، يعني ماشي مشكل. انا كنطيبو غير هكا شو البنات، كنرشو شويه ديال الزيت، ديما كنستعملو شويه ديال الزيت، كنبقاو نطيبو هكا التريد ديالنا. يمكن لكم تكبرو او يعني او تصغرو، يعني على حسب، ولا تقبليكم ماشي مشكل. دابا غنقلبوا ديك المسمنه ديالنا شويه تحمر شويه، ضروري خصها هكا تحمر باش ما يجيناش خضر عاوتاني بزاف كي الورقه، يجيكم هكا محمر. تنكيو كنلصقوا فوقها الاخرى، شفتوا البنات، يعني كطيب من هاد الجهه ومن هذيك الجهه هكا. غنبقاو غنطيبوها من الجهه ومن الجهه الاخرى، يعني غنقلبوا عاوتاني ونلصقوا. كتجي هاد الطريقه ساهله البنات، يمكن لكم ديروا 14 حتى 15 الحبه هكا، كتجي سهله سهله سهله، ويعني كيجي عملي وسهل ودغيا كيوجد كيخدش معكم الوقت. شوف البنات راه بدات تنشف، غادي نقلبوها عاوتاني ولصقوا في الظهر ديالها الاخرى. وديما تتخليوها هكا الاثناء راه كتحمر كتاخذ داك اللون مذهب، ما كتجيكمش نهائيا خضراء، وكيطيب مزيان مزيان التريد ديالكم وما كيضركمش نهائيا في الكرش. شفتوا البنات هي بدات تحمر، قلباتها غادي تلصق الاخرى بهذه الطريقه وتجيكم ديما رقيقه العجينه البنات. غنبقاو على الطريقه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. وديما الزيت، نرشو شويه ديال الزيت، نعاونو بشويه ديال الزيت. كتشوفوا هذه هي المسمنه الاولى، يعني حيدنا ديك الاول، درنا دابا هذا او التريد الاول، درنا حيدنا هذاك. غنبقاو على هذه الطريقه، يعني غنحيد هذاك ودرنا واحد الزويف كما كتشوفوا، درنا هكا بزويف ديال الخبز هكا، غنسدو عليه هو سخون ونديرو عليه واحد البلاستيك غذائي، تا هو غنخشيو هكا في وسط البلاستيك الغذائي باش نرجع عليه ديك السخونيه، ونبداو عاوتاني بالمرحله الثانيه، يعني نبداو نديرو شويه شويه بالعجينه. يعني درنا تقريبا هنايا شي 10، عاوتاني نديرو عاوتاني 10 ونحيدهم 10 ونحيدهم حتى نساليو العجينه اللي عندنا. هداك راه غير الزعفران شعره كيبقى في وسط العجين، ماشي مشكل كيطيب. حنا درنا عاوتاني، يمكن لكم تكبروا وتصغروا كما قلت لكم على حسب المقله اللي عندكم. راه درت الاولى وديما شويه الزيت، غنقلبو هكا تنكملو العجين اللي عندنا ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالو. دابا راه من بعد ما طاب غتخليوه شويه حتى ترجع ليه هذاك العرق، كما كتشوفو هانتوما ملي كرا تسكات رجع داك العرق. دابا غنحلوه التريد ديالنا، شوف البنات راه كيجي ها محلول، شتو اللي في داك اللون ديال الزعفران، شي ما تخافوش منه نهائيا انه غادي تلصق لكم، راه ما كيلصقش نهائيا البنات. ها انتم بحال هذه الطريقه
تاخذوا هكا واحد الكميه. شوفوا ما كسهل، بس قصوا بالمقص، قصوا بغيتوا تقطعوا بالموس قطعوا. اختياري جوج الكرات قطعوا من الاحسن بالموس باش يجيكم ساهل. حلو هكا تقطعوه. غنجي هنايا غنبدا نقطع هكا باش كيجي التريد مزيان. شوف ملي كتجي كيجي رقيق ورائع، ما كيتلصقش طيب. خليو بهاد الطريقه، غنستمر على الطريقه تنكمل التريد اللي عندي ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التريد ديالنا. شفتوا من بعد ما كنقطعو بداك الموس وكنخليو بهاد الطريقه كيجي. شفتوا البنات كيجي ناشف من الزيت، انتما ما فيش نهائيا الزيت ناشف البنات من الزيت، ما شربش داك الزيت قود الزيوتات نهائيا. شو كيناش في التريد ديالنا وطايب هكا محمر يعني ما خضرش نهائيا، وكيجي رقيق. كيشتو البنات راه كيجي رقيق وكيجي رائع. كنتمنى ان التريد ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، وغادي ينال الاعجاب ديالكم الا جربتوه ان شاء الله بالوصفات اللي كنلقى يعني المقادير كنعطيكم مضبوطه. غتلقاوهم ديما في صندوق الوصف، ديما داك السهم تحت اسفل الفيديو يعني غتلقاو فيه المقادير بالغرام. وان شاء الله نتلاقاو باش نقدو ان شاء الله الرفيسه كذلك، يعني انا صوبت التريد بليله قبل وغنخبيه يعني نديرو في الثلاجه، ومني كنبغيه كنفورو فقط وكيجي رائع البنات. وكنصاوب غير المرقه يعني كيبقى لي غير المرقه نكتا. اذا هذا هو التريد ديالنا ديال هذا النهار او الرفيسه ديالنا ديال هذا النهار. ما تنساوش قناه ام جنى دعمها بلي لايك، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.